الحرب بين الصين وامريكا مشتعله، وهتشوفوا احنا يعني امامنا صيف ساخن في هذا الاطار. النهارده الصين اعلنت، قالت كده تهديد صريح، بكين بتعلن قضيه تايوان قضيه خط احمر في العلاقات الصينيه الامريكيه. تايوان خط احمر في العلاقات الامريكيه الصينيه. اي محاوله، قالوا كده الصينيين، قالوا احنا الصين موحده، لا يوجد في العالم الا صين واحده، تايوان جزء من الصين وده العالم كله عارف كده. امريكا لو حاولت العبث بهذا الامر ده بالنسبه لنا خط احمر، ده بالنسبه للصين. بسرعه الصين قالت كمان يتعين على واشنطن عدم التدخل في الشؤون الداخليه للبلاد. اذا في معركه باديه في الافق بين بكين وبين واشنطن، لذلك بنجد انه المجموعه الموجوده في الاداره الخاصه بالامن القومي الامريكي كلهم بيفكروا في اتجاه الصين، كلهم بيقولوا عايزين نهمش تواجدنا في منطقه الشرق الاوسط ونذهب الى الصين. انا ببص برضو في الاخر اقيم الموضوع واشوف ما يخصنا ايه. في تصاعد الخلاف وحده الخلاف والصراع الامريكي الصيني ده يلقي بظلاله على المنطقه، انه التواجد الامريكي سيكون تواجدا خافتا، تواجدا رماديا، لانه العلاقه بتتأزم بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية.